يلي بيحق له يعمل كل شيء، يعني نفس الشيء. وإذا كنتي مو قادرة تعيشي معنا بهذا البيت، فيكي ببساطة تتركي وتدوري على سكن تاني. وإذا في أي حدا ممكن يترك هالبيت فهو بيكون أنتي، صح؟ إذا أنتي ما بتحبي تعيشي هادية يا مايا، نحن منحب نعيش بسلام وهدوء، وإذا أنتي تركتي هذا البيت فنحن كلياتنا هون رح نرتاح كتير ونتنفس بحرية أكبر. أنت متعلم وكمان الابن الأكبر للعيلة، لو سمحت اقرأ هاي الوراق للكل وقلن مين المالك الحقيقي للبيت. مرت عمي هي مالكة هالبيت، هي يلي ما بصير تتدخلي لما يكون في اتنين عم يحكوا، ما بصير. اقرأ الصفحة رقم 7 الفقرة 37 المقطع 4. حسب هذا الاتفاق فإن هذا المنزل سيكون باسم سوناندا غوبالداس جيفالا حسب ما ورد، بس الوكالة العامة رح تضل باسم مايا جيفالا حصراً. لذا فإن مايا جيفالا سوف تأخذ جميع القرارات فيما يخص هذا المنزل، ولا يمكن لأحد تحدي السلطة المعطاة لمايا جيفالا، ولا حتى السيدة سوناندا غوبالداس جيفالا نفسها. انتهى. وأنا عم استعمل سلطتي اليوم لألكن ضبوا غراضكن واتركوا البيت، لأنه أنتم ما بتستاهلوا حدا يعاملكن منيح أبداً. ما في معكم غير 11 يوم بس، 11 يوم، وبعد 11 يوم أنا ما بدي أشوف وش أي واحد فيكن هون، وإذا بحاول أي حدا يعارض قراري فأنتوا رح تخسروا المليون ومئة ألف روبية يلي أخدتوها مني. رجعي هالوراق للشخص يلي انتي اخدتيهن منه. يلا صحيح انه ظروفنا المادية كانت سيئة من سنين لهلأ، بس انا حاولت اني خلي عائلتي كلياتها مع بعض تحت سقف واحد،